تصفر البحرين في مواجهتها لأزمة كورونا ملحمة من العطاء والإنسانية من خلال تعاملها الراقي مع قضية العمالة الوافدة، وهو الأمر الذي يتم عبر مظاهر متعددة وتعد محل تقدير من الجميع. تبدي مملكة البحرين تقدما واضحا في منهجية التعامل مع أزمة كورونا، وهو الأمر الذي يتخذ أشكالا مجتمعية وإنسانية مشرفة كانت محل تقدير من قبل الكثير من المهتمين بحقوق الإنسان. فقد أتاحت البحرين الخدمات الطبية المجانية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وقدمت خدمات إنسانية واضحة للعمالة الوافدة شاركت فيها المحافظات بالتعاون مع مديرية الشرطة وبمشاركة عدد كبير من المتطوعين والذين ساهموا في تنظيم هذه العملية. فكرة توزيع فطار صائم طبعا هذه جرت العادة، وأهل البحرين الطيبين دائما يقومون بتوزيع الوجبات من أجل الخير، بس لهالسنة طبعا حاولنا أن نحرص على سلامة الجميع خصوصا مع الظروف الراهنة اللي تمر فيها مملكة البحرين وأزمة الكورونا. أولا دعين المتطوعين سواء من الجاليات على اساس يتكلمون بلغتهم يتواصلون معاهم، او متطوعين من المجموعه الشبابيه على اساس نتاكد من سلاسه عمليه التوزيع. انما النقطه الثانيه طبعا نتاكد من اصطفافهم بطوابير مع اخذ مسافه سلامه متر. طبعا هذه المبادره اللي لبيناها لانها تساعد في تعزيز قيم المجتمع لما تكون على العطاء، وطبعا كل تدابير السلامه اخذناها بعين الاعتبار لما تكون بخصوص الكمامات لبس القفازات. احنا قاعدين نحاول ان نبقي مسافه بيننا. مشاركتي الاولى مع البرنامج التطوعي لمحافظه العاصمه توزيع افطار صائم للعماله الوافده. الحمد لله الاجراءات منظمه، متبعين اجراءات السلامه والتباعد الاجتماعي، ما شاء الله عدد الوجبات كافي للجميع، و إن شاء الله الله قدرنا على استكمال هذه المهمة لنهاية شهر رمضان. هاي طبعا تم بالتعاون مع الشرطة، وإحنا قاعدين نحاول نساعدهم عشان تنسيق العملية. الشروط اللي أعطونا إياها وساعدونا عليها كانت نحن نحافظ على التباعد الاجتماعي. ويعد العمل على تعزيز الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية مقدمة أساسية لوضع حد لهذه الأزمة، وهو ما يعتمد على وعي الفرد مواطنا كان أو مقيما، من منطلق أن حماية الفرد لنفسه بمثابة الخطوة الأولى لحماية مجتمعه.